مساء الخير، اليوم حبيت أتكلم لكم عن بعض العطور القديمة نوعا ما اللي ما نحصلها دايما بالأسواق. من هالعطور عطر لاليك عدو تواليت، هذا أعتقد كنا نسميه دانتيل أول، هذا بالتسعينات تقريبا نزل، هذا سعره 24 دينار. هذا من العطور القديمة الجميلة جدا، الحين أوريكم إياه، أراويكم بعد وهم بطل. هذا هو شكله. إحنا ليش كنا نسميه دانتيل؟ على أساس هذا الدانتيل اللي محاوطه، وايد حلو لليك. بعد من العطور القديمة اللي حصلتها أنا بسوق السرداب العرضية، هذا عطر سكادا، أعتقد سكادا هذا صح؟ أنا ليش أسميه سكادا؟ كنا جوتشي هو أو شيء. هذا هو كرتون الحين أطلعه، سكادا هذا هو. ماجنتيزم وايد حلو، وايد خنين. العطر القديم هذا دولتشي ماسكينا تشيبنشيك، هم وايد حلو، من العطور الفواح الجميلة اللي كنا طايحين فيها فترة 2000، فترة يمكن 90s، وايد حلو. ومن العطور أيضا القديمة عطر بيوتيفول من استي لودر، جميل هالعطر جميل. أما العطور الباجي اللي تشوفونها هذه كلها عطور جديدة، بس هذا اللي بالكراتين حصلتهم سرداب العرضية، وايد حلوين.